الفلوس اللي هو على الزائد والناقص. يعني مثلا ايه؟ زائد والناقص. الصوت الفيولين دي طبعا ايه هتلاقي صوت كتير قوي فيه. تمام. انا عايز ايقاعات بقى، بدوس هنا نفس الزرار ده على التيمبو ده وبغيره. يلا عايز اللي بعديه. بصي ده الفوليوم كمان الرئيسي اللي بيعلي وده اللي بيوطي. تماني كورد 1 ده اللي بيشغل الكوردات. انا عايز اغير الايقاعات في نفس الكورد زي ما قلت برضه. الصوت عالي ازاي؟ جميل جدا. انا بقى اشيل ايه؟ تشيل المصاحبه بدوس هنا اهو هو شغال. يلا عايز اغير الصوت برجع تاني نفس القصه. غير الايقاع بدوس تاني على نفس الزرار. وفي حاجه لو انت في عيد ميلاد حاجه اسمها ديمو او حفله او اي حاجه بتدوسي على الديمو ده وبتشغلي اللي انت عايزاه. يلا انا هشغل اغنيه من عندي وبعزف عليها. اه في بقى ام بي 3 هنا موجود. اه هحط الفلاش وهشغل عليها. اه يو اس بي واخد بالك، ميموري ويو اس بي. دي الامكانيات اللي انت هتحتاجيها فقط. يبقى ده الديمو، ده الايقاعات والاصوات، ده البروجرام بتاعه، ده غير الصوت وده تغير الاصوات او الايقاعات. الارقام ديت ما هو هنا اهو، بدل ما ادوس 01 02 03 اعمل لي الزائد والبلس والماينس على طول. انا عارفه الرقم على طول ممكن اكتبه اهو. 55 عادي. فهمتيني؟ اوكي ماشي. اوكي بس في ريكورد كمان تسجيل، في سوستين لو انت عايزه تزودي الاله زي هامنج من تحت. اسمعي كده اللي بيحصل. في ترانس بوز للطبقات، انت كل ده هتعرفيه. هنجرب احنا، هنقعد ندوس كده لحد ما تيجي معانا واحده واحده هتلاقي الدنيا تمام ماشيه معاكي.